أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بالخير والبركة. أحييكم في هذا اليوم، اليوم الجمعة الموافق 10 من أكتوبر لعام 2014 في تحديات أشواط اللقايا وأشواطنا العامة، وهذا خامس الأشواط ينطلق على بركة الله وتعلن انطلاقته على أرضية ميدان التحدي، وناخذ المركز الأول. ومباشرة مقدمة الشوط والمركز الأول، هذه شرف تعود ملكيتها للسيد حمد بن حليس العفاري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات الضبية على المركز الثاني لسيد سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري اللي تليها بالمركز الثالث، وهذه الذيبة اللي وصلت على المركز الثالث لشعار السيد أوس الهودة بشعار السيد عبيد بن علي بن عبيد السناري المري على المركز الثالث، وينخطف هذا المركز المتقدم من هذا الشعار. وهذه مصيحة تعود ملكيتها للسيد علي بن عبد الله بن حمد اللدهم المري، بينما ناخذ اللي وصلت في المركز الخامس، وهذه ولاية على المركز الخامس لسيد ماضي بن خالد بن معجب الهاجري في خامس النداء. هذه هي النتيجة مشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان وعلى الهواء بثا مباشر في أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى هذا التنافس بين الأربع مراكز، ولكن بقيادة شرف في مقدمة الشوط حمد بن علي بن حليس العفاري في مقدمة هذا الشوط المنطلقة شرف في أرضية الميدان، ميدان شحانية في هذا الشرف الكبير. يا سلام، المركز الثاني وصلت سلهودة للسيد عبيد بن علي بن عبيد السناري. هل الجمالية طالبينك بالفوز يا أبو علي على المركز الثاني بشعار السناري؟ المركز الثالث، شوف المركز الثالث، وصلتنا الضبية على المركز الثالث لسيد سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري، وهي في مركز متقدم وفي موقع حساس. المركز الرابع وصلتنا الشروط او ولاية على المركز الرابع، هذه مصيحة علي بن عبد الله بن حمد بن لدهم المري، بينما المركز الرابع ولاية تعود ملكية ولاية للسيد ماضي بن خالد بن معجب الهاجري، بينما المركز الخامس هذه وصلتنا مشرفة تعود ملكية مشرفة بشعار السيد حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. والنداء الثاني ولم يتغير جديد على الأسماء مشاهدينا الأعزاء، سيارة نيسان بترول ستيشن هي جائزة هذا الشوط، هي جائزة هذا الشوط، الأغلى من الجائزة والأغلى من كل شيء، الناموس الشحاني على أرضية ميدان الشحانية في هذا المحلي التمهيدي الثالث من عمر هذه السباقات. أعود إلى مقدمة الشوط وأعود إلى هذه البطلة وإلى شرف حمد بن علي بن حسين بن حليس العفاري في مقدمة الشوط. هل الإجمالية قادمين؟ هل الإجمالية في صباح هذا اليوم مع السناري القادم المنطلق والمندفع على المركز الثاني ومع سلهودة وبرفقة هذا الشعار، شعار العنود، هذا شعار الأسماء الكبيرة، عبيد بن علي بن عبيد السناري على المركز الثاني مع المنعطف الأخير، ونشارف لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، كيلومتر واحد يا أهل اللقاية. المركز الثالث وتنضم إليهن الضبية سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري، بينما المركز الرابع أيضا الواصلة جار الله بن راشد بن عبد الهادي بن نشير المري، واشتدت المعركة، وحمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري مع مشرفة، ولكن أعود بكم إلى شرف، وهذا شرف كبير في أرضية ميدان التحدي هو الناموس. شرف يا شرف يا شرف، تشرف تشرف هذا الشعار، وهذا الشعار المشرف دائما عم حمد بن علي بن حليس العفاري. مشاهدينا الأعزاء في صباح هذا اليوم في شوطنا الخامس، ها هي تقترب من الناموس، ها هي تقترب من السيارة، ها هي تقترب من الزعفران، من التتويج الكبير في محفل كبير على أرضية ميدان التحدي في تجمع هذه الشعارات. حمد
محمد بن علي بن حليس العفاري العفاري العفاري. صباحك فل يا العفاري في صباح هذا اليوم الخاص باللقاية وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة. حمد بن علي بن حليس العفاري دير بالك يا العفاري، شوف القادمة قناعة قناعة محمد مسبر بن محمد بن زمان الهاجري على المركز الثاني. 100 متر الأخير 100 متر الخطير، حمد بن علي بن حليس العفاري يظفر بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة، والسيارة من نصيب شرف وشرف هي راعية السيارة وراعية هذا الشوط. المركز الثاني قناعة وصلت على المركز الثاني لسيد مسفر بن محمد بن زمان الهاجري، وفي المركز الثالث شعار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل أو الضبي لسعيد بن حمد بن طفل المري. المركز الرابع شعار السيد حمد بن محمد بن سالم بن جهويل مشرفه، والمركز الخامس اللي وصلت بالمركز الخامس فتنة لحمد بن علي بن حمد البريسي المري. مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك شرف حمد بن علي بن حليس العفاري في صباح هذا اليوم، وتنتزع السيارة في الشوط الماضي وهذا التوقيت الزمني ويعتبر أفضل توقيت 6 دقائق 3 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن حليس العفاري المركز الثاني، قناعة لمسفر بن محمد بن زمان الهاجري. توقيتها الزمني 6 دقائق و3 ثواني و92 جزء من الثانية، بينما ناخذ المركز الثالث وتوقيتها، وهذه اللي وصلت بالمركز الثالث الضبي لسعيد بن حمد بن محمد بن طفل المري، وتوقيتها الزمني لحظة الوصول 6 دقائق و5 ثواني و19 جزءا من الثانية.